بأمانة مهم، حاجة بتطلع لك. الأسورة دي وقعت منه وأنا جيت أرجعها له. يا حسدي، أمال هو راح يرجع إيه؟ أنت لسه ما؟ إيه ده؟ أنت بتعمل إيه؟ لا بقى الحزام فك غصب عني. إيه هو ده اللي فك؟ إيه ده؟ معلش أنا خلاص أنا خلاص خلاص. بقول لك إيه؟ تقف مكانك هنا، أوعى تتحرك لحد ما أنا، أنت فاهم؟ يا فندم منزل اللواء جلال عبد القادر. ايوه. ممكن نقرا العداد؟ عداد ايه؟ عداد الغاز يا ست. هو انت؟ ايوه انا بتاع شركة الغاز. امال ال ممكن نقرا العداد بقى؟ الله، وبعدين يا ست العداد هموتك بالنار. قول انت راجل انت وخلاص. والا كان زمان ابوكوا راح فيها من المسدس. لا من الخوف.